نشرة الأخبار رئيسة من التلفزيون الجزائري. أهلا بكم مشاهدينا وتتابعونا في النشرة. بدعوة من أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة، رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يتوجه إلى العاصمة الدوحة التي تحتضن حفل افتتاح كأس العالم. دور المرأة في ثورة التحرير وبناء الوطن محور لقاء تاريخي بمجلس الأمة وتثمين للمكاسب والقرارات السيدة لحفظ الذاكرة الوطنية ونقلها للأجيال الصاعدة. في اليوم العالمي لحقوق الطفل، مكاسب تتعدد وإشادة أممية بجهود الجزائر والتزاماتها بالمعاهدات الدولية في حماية وترقية حقوق الطفل. تكريم باحثين في الطاقات المتجددة والتراث المعماري والإعلام الآلي بوسام العالم الجزائري تقديرا لإنجازاتهم العلمية وإسهاماتهم الفكرية. تنمويا استفادة أزيد من 1000 عائلة من سكناتها بالبويرة ضمن أكبر عملية توزيع للسكنات من مختلف السياق عبر الوطن. في الرياضة، أشبال الناخب الوطني يخوضون مباراة ودية أمام المنتخب السويدي للوقوف على الجاهزية البدنية للاعب. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. في المستهل وبدعوة من أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، توجه اليوم رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون إلى العاصمة القطرية الدوحة التي تحتضن غدا حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022. بعد الاستماع إلى النشيد الوطني، استعرض السيد الرئيس تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية. وكان في توديعه على أرضية مطار الجزائر الدولي الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلاف. أنهى اليوم رئيس جمهورية كوبا سيد ميغيل دياز كانيل برموداز زيارة العمل والصداقة التي قام بها إلى الجزائر، وكان في توديع ضيف الجزائر بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن وعدد من أعضاء الحكومة. في غمرة الاحتفالات المخلدة لذكرى اندلاع الثورة التحريرية المجيدة، استقبل اليوم رئيس مجلس الأمة صالح جوجيلا زيادة من 50 مجاهدة من مختلف مناطق ونواحي الوطن اللائي شاركنا في الملتقى الوطني حول دور المرأة في ثورة التحرير المجيدة وبناء الوطن الموسوم باسم الشهيدة الرمز السيدة شايب بتزاير.
ورفعت المجاهدات رسالة عرفان وإكبار إلى السيد رئيس الجمهورية نظير العناية والاهتمام الذي يوليه لملف الذاكرة الوطنية والذي يتجلى من خلال القرارات التاريخية السيدة لصون تاريخ الأمة وتلقينه للأجيال الصاعدة، بدءا باسترجاع رفات عدد من قادة المقاومة الشعبية وصولا إلى دستور الفاتح نوفمبر، مرورا بتكريس 8 ماي يوما للذاكرة، إلى جانب إطلاق قناة تلفزيونية تعنى بالتاريخ والذاكرة. وهذا لي أول مرة يتلقاه مجاهدات في هذا اللقاء، هذا جايين من كل الولايات، وهذا على كل حال عنده أهمية كبيرة، وبصفة خاصة لما بادروا بهذه الرسالة إلى رئيس الجمهورية بمناسبة هذه نتاع نوفمبر، والعمل اللي قايم به الرئيس حول التاريخ هو الرجوع إلى المبادئ نتاع نوفمبر، هذا هو الشيء اللي يفرحنا للحاضر والمستقبل، المستقبل للشباب. ولكني في نفس الوقت هذه الذاكرة نقراوها من خلال هذا المجاهدات. باسمي الخاص كمجاهدة ما نجمش نعبر لك على هذه الفرحة تاع اليوم. أولا فرحة لقاء خواتات من كل الولايات، ولقاء رئيس مجلس الأمة الآخر روحي صالح قوجيل، لأنني نقدر نقول الآخر روحي لأنني عملت معاه سبع سنين في وقت الحزب الوحيد. كاين بزاف الأخوات اللي ما شفناهمش هادي شحال، هادي ملكة ما لقيتهاش، ما شفتهاش من 57 حتى العود لقيناهم هنا، خوات الفرحه فرحه ما تصورش. هذا النهار فكرنا وردنا 60 عام باللوري. حنايا بالنسبه لنا كمجاهدات ادينا الواجب، والواجب نتاعنا حتى ندنا قايمين وواقفين نزلنا نديوه من اجل الجزائر. هذه حيتنا كما كنا في زمان في وقت الثوره جمعتنا، ولما جمعتنا رانا فرحانين بزاف، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لبلادنا ولولادنا، ونتمنى إن شاء الله تكون الجزائر دائما ظاهرة بمقر مجلس الأمة دائما. وعبر تقنية التحاضر عن بعد أشرف رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل بدعوة من رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حداوي أشرف على فعاليات ندوة علمية افتراضية دولية حول موضوع مركزية الشباب في نهضة الأمم. الندوة التي نظمت تحت شعار نعتز بتاريخنا ونبني مستقبلنا حضرها إلى جانب مستشار رئيس الجمهورية نخبة من الخبراء والمؤرخين، وناقشت أهمية الذاكرة الوطنية في بناء المرجعية وانخراط الشباب في جهود التنمية الوطنية، وكذا دور البرامج السياسية في ترقية الأدوار الوطنية للشباب. الشباب بالأمس نوفمبر لما جندنا من أجل استقلال الجزائر واستقلت الجزائر، الشباب اليوم المهمة نتاعها والهدف والنضال نتاعها هو كيفاش نحافظ على الاستقلال، كيفاش نحافظ على استقلال الجزائر، وبصفة خاصة في المرحلة اللي يعيشها العالم حاليا، والمكانة نتاع الجزائر والصوت نتاع الجزائر والكلمة نتاع الجزائر تبقى دائما واقفة. فالشباب بحيويته وخصائصه هو الأقدر على قيادة التغيير، والتاريخ ينبئنا بذلك، فماضينا المجيد في الجزائر مثلا يرسم بوضوح كيف استطاعت إرادة الشباب أن تحول مسار الوطن في لحظة الاستكانة، وما ثورة نوفمبر المجيدة إلا خير دليل على ذلك. شباب تشرب حب الوطن وآمن بقدراته وقضيته فصنع الفارقة. وبناء المستقبل الواعد يكون بسواعد الشباب الناشئ في بيئة سليمة. الجزائر رائدة في ترقية حقوق الطفل، تحتفي على غرار دول العالم باليوم العالمي لحقوق الطفل بالتعاون بين منظمة اليونيسف بالجزائر ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي المجتمع المدني وكذا فاعلين في مجال الطفولة. مالك الدرحمون فصل. سجود لتاج، طفلة جزائرية تنشئ منصة تفاعلية تتحدث فيها عن حقوق الطفل وتعرف مشاهدة ملايين الأطفال عبر العالم، ها هي اليوم تشارك بها في الاحتفال باليوم العالمي للطفولة. آخر لقب حصت عليه هو لقب بطل الجزائر في تحدي القراءة العربي للموسم السادس.
شعار الاحتفال هذه السنة كان يهدف إلى ضرورة الحفاظ على البيئة والالتزام بإعطاء الأولوية للخدمات الأساسية للأطفال والشباب في جميع الاستثمارات الحساسة للمناخ. فقد تبنت الجزائر استراتيجية وطنية للوقاية من الكوارث الطبيعية وتداعياتها، وفضلا عن هذا يحظى الطفل الجزائري بحماية خاصة وفقا لما تقتضيه الاتفاقيات الدولية. تشكل البيئة بالنسبة للإنسان المجال الحيوي الذي يعيش فيه والذي يسمح له بالاستقرار وممارسة نشاطاته المختلفة لما تحتويه من ثروات وموارد مائية وطبيعية متنوعة مكنته من تطوير طرق عيشه ووسائل تكيفه معها حتى أوصلته إلى درجة عالية من الرفاهية. كما كانت المناسبة سانحة لتجديد الالتزام بحماية حقوق كل طفل جزائري ودعم الأطفال المتضررين عبر العالم. اليوم هو اليوم العالمي للطفولة الموسوم بآثار التغييرات المناخية على حياة الأطفال، وهو فرصة للطفل وخاصة لممثلي البرلمان العربي لإيصال أصواتهم وتثمين وجهات نظرهم من أجل حماية مستقبل كرتنا الأرضية. لدينا كذلك برامج خاصة بهذا الموضوع لتنظيف المحيط وحماية الطفل، إذ أن عدة حملات تحسيسية وتوعوية نظمتها الصحافة بكل فئاتها، سواء كانت الصحافة السمعية البصرية، الصحافة المكتوبة، الصحافة الإلكترونية. احنا في الهيئة الوطنية فتحنا عدة مجالات لتمكين الأطفال وتمكين كل مواطنين من أنهم يخطرون حين تواجد طفل في خطر. هذا وتعمل الجزائر على تكييف قوانينها لتنسجم مع الاتفاقيات الدولية حماية لحقوق الطفل وترقيتها في الداخل والخارج. وكما يكون بناء المستقبل بالشباب يكون الاعتزاز بالعلماء، وللجزائر علماؤها، وعليه احتفت مؤسسة وسام العالم الجزائري في طبعتها 13 ثلاثة علماء في مجالات الطاقة المتجددة والتراث المعماري والعمراني وكذا الإعلام الآلي والإنترنت، نظير ما قدمه لتطوير العلم والمعرفة بالجزائر. المزيد مع حفصة كاني. شركة بير بوكس. نعم، للجزائر علماؤها، هكذا تم تكريم نوابغ الجزائر خلال احتفائية تسليم وسام العالم الجزائرية نظير مجهوداتهم المبذولة في مجال البحوث والمعرفة. ماذا بيا الشبان ياخذوا يعني مثل علينا ويروحوا خير منا، حاجة اللي درناها المجهود على حسب ما قدرنا. أعظم تتويج لمساري الأكاديمي والبحثي، وهو شرف عظيم يعني أسعدوني به. اليوم يلزم أنا نكون قدوة للشباب باش الشباب يشوفوا باللي يمكن أن الإنسان يكون عنده مسيرة مهنية ناجحة في الجزائر. توفير المؤهلات ومرافقة الباحثين لتجسيد أفكارهم على أرض الواقع هو ما تسعى إليه الجزائر تشجيعاً للابتكار. وطن يحتفي بعلمائه وينزلهم منازلهم الرفيعة، وطن لا خوف عليه، أمة تجعل من العالم قدوتها، أمة أدركت سر الحياة وحددت بوصلة الاتجاه الصحيح. نجعل من الجامعة قاطرة قاطرة التنمية الاقتصادية بواسطة خلق الثروة وخلق مناصب شغل. إذا طلب مني أن ألخص ما تقوم به الوزارة اليوم حاليا يوميا، يمكن أن نلخص في جملة واحدة، وهو أننا نسعى بكل جهد على أن نبقي المواهب في الجزائر. الاهتمام بالنوابغ والعلماء رهان كسبته الجزائر للدفع بالبلاد إلى مصاف الدول المتقدمة. وهذه اللقطات وهذه مثمرا ومهما كان لقاء سفراء الرقمنة في الجزائر مع سفير الجزائر بباريس، لقاء يجسد التوجه الاقتصادي الجديد للجزائر الذي يضع الصناعة الرقمية ضمن قائمة الأولويات. تغطية عفاف بلوشات والتقرير لملك خليفة. هي
المهمة الأولى للوفد الجزائري من الممثلين الرقميين بباريس، حيث جمعهم لقاء مع السفير الجزائري بفرنسا لمباحثة مجال التوظيف الاستثماري. أضحت السياسة الرقمية أولوية في التوجه الاقتصادي الجديد للجزائر على ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية. لقد التمسنا خلال هذه الأشهر مدى تطور هذا القطاع المهم في الاقتصاد الجزائري. اليوم سفارة الجزائر بفرنسا جد مرتاحة لاستقبال هذا الوفد من المؤسسات الناشئة. لقد اتفقنا معا للعمل خلال الأسابيع القادمة، ونحن لا نعتبر أنفسنا حاضنة، وإنما نعمل لتنسيق كل الجهود للوصول إلى الأهداف المرجوة في هذا المجال. وبمارسيليا افتك الوفد الجزائري اتفاقية شراكة هي الأولى من نوعها مع مؤسسات اقتصادية عالمية عابرة للحدود. قلهم الفرنسيون والأوروبيون الذين يعرفون مدى تحكم الجزائريين في مجال الرقمنة والإعلام الآلي، والهدف من هذه المهمة هو التعريف بإمكانيتنا في هذا المجال، وكذا افتكاك فرص للاستثمار وإبرام اتفاقية شراكة بين الفاعلين الجزائريين والفرنسيين، لأن مجال الرقمنة يلغي كل الحدود بين البلدان. الجزائر اليوم تنجب آلاف المهندسين وآلاف المطورين الرقميين في مجال التكنولوجيا الرقمية بنفس مستوى الكفاءات الغربية. زيارة الوفد الجزائري الاقتصادي إلى باريس تهدف إلى البحث عن شركاء واقتصاديين جدد لإبرام اتفاقيات مثمرة مع المؤسسات الناشئة. ولأن الكفاءة الجزائرية واسم عالمي أصبحت قيمة علمية ومهنية مضافة، هشام رويبي مهندس جزائري بات اليوم علامة العالمية، وهي أنابيب الغاز العابرة للقارات، تخصص دقيق وخبرة عالية، تقول وهبة ومزيد نتابع. في هذا المعرض الطاقوي العالمي حضرت الجزائر بمؤهلاتها وإمكاناتها في مجال الاستكشاف والإنتاج، وحضرت أيضا بكفاءاتها ذات الخبرة العالمية. هشام رويبي مهندس جزائري في مجال المحروقات ومستشار في مجال المشاريع الصناعية والإلكتروميكانيكية والصناعة البترولية، مقيم بالإمارات العربية المتحدة بخبرة طويلة في المجال يضعها في خدمة كبريات الشركات العالمية في مجال البترول والغاز، والتي تعول عليه في الاستشارات وإنجاز الدراسات قبل بداية أي مشروع. السوق الجزائرية أولا حاليا عندها من أقدم وأكثر الشبكات البايبلاين في العالم، وثانيا الجزائر عندها مشاريع كبيرة للتصدير وتطوير المجال البايبلاين هذا. ممكن هذه التكنولوجي بسهولة جدا تصنعها في الجزائر، لأنه هذه أنا واحد من الناس عندي خبرة كبيرة في المجال هذا في تصنيع الأجهزة هذه، سواء الأمافال أو الإلتراسونيك اللي هي تكنولوجيا حديثة جدا، وممكن توفر على الجزائر إلى مئات ملايين دولارات سنويا. المهندس هشام رويبي متخصص أيضا في صيانة أنابيب البترول والغاز، يعمل بكل تفان وإخلاص واحترافية عالية على ضمان انسيابية نقل وتصدير المواد البترولية والغازية، وكذا المراقبة الدقيقة تفاديا لحوادث تسرب الغاز. في الكيلومتراج الجزائر عندها من أكبر الريزو في العالم تاع البايبلاينز، هذو لازمهم مانتنانس. المانتنانس هذه لا تكنولوجي مودرن سي اليتيليز يسموها دومان بيجين ولا بايب لاين ان لاين سكانين، يعني فحص الانابيب من الداخل. واللي هو هذا الجهاز اللي ورانا هذه واحده من التكنولوجيات اللي يسموها الامافال، تعمل بالمغناطيس ماجنت بيز تكنولوجي، وتعمل سكانين على طول البايبلاين وتشوف إذا فيه كاين ديفيسير ولا تسريبات ولا هذه، ويتم تصليحهم بطريقة سهلة بلا حفر ولا أي شيء. ولأن الجزائر من أهم وأكبر الأسواق النفطية في العالم بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية قوية، إمكانات لوجستية واعدة انطلاقا من الاستكشاف
إلى النقل والتصدير. تعلم وزارة التربية الوطنية كافة التلاميذ المتمدرسين في مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة المقبلين على اجتياز امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا التعليم الثانوي أو أولياءهم والمترشحين الأحرار أن التسجيلات لهذين الامتحانين لدورة 2023 ستنطلق يوم الاثنين 21 نوفمبر 2022 وتمتد إلى غاية يوم الخميس 15 ديسمبر 2022. بالنسبة للمترشحين المتمدرسين ستنطلق العملية في المؤسسات التعليمية عبر الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية، أما المترشحون الأحرار فتنطلق عملية التسجيل عبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التاليين: امتحان شهادة التعليم المتوسط BEM.ONAC.DZ، امتحان شهادة البكالوريا التعليم الثانوي BAC.ONAC.DZ. وضمن النفحات النوفمبرية تتواصل عبر الوطن العملية الكبرى لتوزيع السكنات من مختلف السياق، حيث أشرف اليوم وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالعريبي بالبويرة على عملية توزيع زيادة من 1000 وحدة سكنية من مختلف السياق. المزيد مع من العجل تابع. هي صور رفع تحدي التشييد والبقاء للمواطنين. أكثر من 1000 وحدة سكنية من مختلف السياغ تم توزيعها اليوم على مستحقيها بولاية البويرة. الحمد لله اليوم طاونا سكن عمومي إيجاري. أنا كنت عايش مع الشيخ تاعي، أب لثلاث أولاد متزوج، واليوم الحمد لله تعلينا ربي والحمد لله اليوم انتقلوا المسكن تاعنا الجديد ان شاء الله. اليوم رانا فرحانين، استلمنا العقد تاع الشقة تاعنا، تحصلنا على هذا السكن في صيغة عدل والحمد لله. يعني الإنسان فرج علينا ربي وإن شاء الله ربي يفرج على القادمين إن شاء الله. هي حصة من بين مشاريع جديدة تضم أيضا إعانات ومساكن ريفية تعكس الحرص القائم من أجل الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة. المشاريع اللي قيد الإنجاز ومشاريع كانت راح يعني ننطلق فيها في الأيام القليلة تقريبا 11000 سكن هم الآن قيد الإنجاز في ولاية البويرة. ليطال جريان نابا الفا با ليسي طومبي لو بروغرام سوسيال. هي دولة اجتماعية، بيان أول نوفمبر نص على هذا الشيء، ويعني السلطات العليا للبلاد متمسكين بهذا الأمر. احنا السكن الريفي راح نعطيه أهمية كبيرة، يعني حتى في ولاية البويرة اللي راهي تعتبر يعني منطقة فلاحية بامتياز، راح نخصص راح يكون عندها حصة يعني خاصة في السكن الريفي، وشفنا انه فيه بعض العراقيل اللي ان شاء الله راح نتجاوزها مع السلطات المحلية. هذا البرنامج الطموح الذي استفادت منه ولاية البويرة سينتهي بتوزيع 8000 وحدة سكنية من مختلف السياق مع نهاية السنة الجارية. في كرة القدم يواجه بعد قليل المنتخب الوطني منتخب السويد بمدينة مالمو السويدية في مباراته الودية الثانية مواجهة الجزائر. منارة العلم والعلماء تستقطب طلبة العلم من داخل الوطن وخارجه، ففي إحدى رحاب العلم ببجاية زاوية سيدي يحيى العيدلي المعروفة بمبادئها الوسطية يجتهد الطلبة في حفظ القرآن وترتيله باستخدام الطرق التقليدية. يقول عبد الوهاب افتس. سمع عنها فبحث، اكتشف تاريخها فقرر. عبد الرحمن شاب موريتاني سعودي المنشأ غير المعادلة فقدم من أرض الحجاز ليستقر بالجزائر لحفظ القرآن على الطريقة التقليدية وبقراءة ورش. اخترتها على ثلاثة أسس، أولها علماء الجزائر المعاصرين ومنهم الشيخ الطاهر آية علجت قائم على هذه الزاوية، وأضيف على ذلك أيضا مسألة الحفظ بالطريقة التقليدية. أنا الليل الحمد لله وأطراف النهار ما شاء الله. أنا أتيت هنا لتقريبا شهرين أو قريب ثلاثة أشهر، الحمد لله حفظت 11 حزب.
زاوية سيدي يحيى العيدلي سرح ديني يقصده حفظة القرآن من جميع أنحاء الوطن، ليصل عددهم أكثر من 150 طالبا سنويا. تحت شعار من جيل إلى جيل آخر ودور المرأة في ثورة التحرير وبناء الوطن، أشرف اليوم وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدربيقة على فعاليات ملتقى وطني حول شهيدات الثورة بنادي الجيش الوطني بالعاصمة من تنظيم المنظمة الوطنية للمجاهدين. الملتقى كان سانحة لاستذكار بطولات الشهيد الرمز شايب دزاير. نهاية النشرة كان في الإخراج كمال مالك، في رئاسة التحرير إيمان محجوبي. غدا تلقاكم سهام خليفة. السلام عليكم ورحمة الله.